شعب تونس اهدالنا الحرية. يحيى شعب تونس، يحيى تونس العظيمة، يحيى الحرية، المجد للشهداء، يتواسى ما عادش خوف. البداية كانت في تونس. بو عزيزي أول شهيد الثورة التونسية، ليه ولع نار في نفسه؟ محمد خويا مات مقهور، مات مظلوم، مات بالحق في بلاد اللي هي بالحق بلاد الظلم والقهر والاستبداد والقمع. محمد خويا بالحق مشى خاطر يمشي عنده روز بائع متجول، بائع متجول مش في كياس معناها، ولا باش يقلق العباد، ولا باش معناها باش يقلق اداره، ولا بائع متجول. الشعب التونسي عمل ثوره، الثوره عملها ولاد الحفينه، الثوره عملها ولاد الموشمه، الثوره عملها ولاد الفقراء والمحرومين. تونس ما تعملتش برجال الاعمال، رجال الاعمال كانوا مساندين جايدين لزين عابدين بن علي، رجال الاعمال واصحاب راس المال ما يحبوا الا الربح والربح الاقصى، مصلحته في الفلوس. هو الشعب المصري ليه عمل ثورة؟ كلنا شفنا الصور دي، بس حد عارف مين الشهيد ده؟ حد عارف هو ليه شارك في الثورة؟ عشان الثورة والله اخر صورة ليه، والله اخر صورة ليه. يعني انت ازاي تقتل، تقتل وتضرب وترمي في الزبالة؟ فين القلب؟ فين القلب اللي انت تشيل الرحمة؟ فين القلب اللي انت تشيل جزة ترميها في الزبالة؟ فين القلب لما تضرب بنته وتعريها؟ فين النخوة؟ فقد طموحه انه هو يفتح ورشة ويفتح بيت زيه زي زينا، ما احنا برضك شغالين، وطموحنا ان احنا نبقى صحابات مكان، ما نبقاش شغالين عند حد. عادي كل طموحنا، مش طمعانين في حاجة كبيرة يعني. كان بيحبها وعايزها، كان كل اللي هو عايزه اللي هو ياخدها. كان نفسه يفتح ورشة عشان يقدر انه هو يصرف عليها، عشان يقدر يفتح بيت. لما شفنا الثورة قامت ورفضت الحاجات دي كلها، رفضت أمن الدولة ورفضت الفساد في البلد، إحنا شجعنا أمنا كده. لما شفنا الشباب بيموت في سبيل إن يعمل ديمقراطية في البلد، ده اللي شجعنا أمنا عليه. إحنا قاضينا عن النظام الفاسد في الجمهورية، عايزين نقضي عليه برضو هنا في المصنع. هو في علاقة بين اللي بيحصل في التحرير والمظاهرات في المصانع؟ فتات، وفي سبيل الفتات ده هفني عمري في الشغل، هفني يومي كامل 24 ساعة، اديني ساعتين ثلاثة ارتاح فيهم في سبيل الفتات ده، عشان ما نموتش أنا وعيالي، عشان ما نطلعش الشارع ومش عارف ممكن أأكل عيالي منين. قبل 25 سنة فضلت عشان أخش قصر العيني، ما رضيش يدخلوني قصر العيني، وأنا جرح بينزف بالجرح اللي في دراعي ده اللي هو 25 مسمار وشريحة في رجلي وفي دماغي، وما عرفش أخش القصر العيني بسبب إن البدل داخلة وإحنا مرميين بالدم بتاعنا في الأرض، وكمان مش لاقيين شغل فعلا. إحنا بقالنا دلوقتي زيادة عن 4-8 أشهر ثلاثة عيال مش عارف أأكلهم، بدرجة إن أنا هطلقهم مش عارف أتحرك، ومقدم على ورق. وكنت شغال مع واحد اسمه نجيب سويرس، قفل الشركه، قفلها وحط 40 عامل، قفل 40 عامل بيت، وهو قال ابوه انا قفلت الشركه، وشركه اسمها لكو ايجيبت قفلها فعلا، يعني قفل حالنا واكل عيشنا، خلانا بقى لنا زياده عن حوالي 8 اشهر ما بناكلش عيش، ومبهدلنا، واحنا مبهدلنا فعلا، ومش عارفين نتكلم، عشان خاطر لو جينا نتكلم بناخد على دماغنا من الحكومه، وبنطلع احنا غلطانين، بنطلع بلطجه. عمال مصنع النشا وجلوكوز فاتوره اترفدوا لما مصنعهم اتخصخص. قعدت في الشركة دي 26 سنة، وجم ضغطوا علينا وطلعونا غصب عننا وما اديناش حقوقنا، يعني إجباري، يا إما نطلع يا إما كانوا بيخصمونا من مرتبات، يا إما عملوا لنا جزاءات، يا إما طلعونا بتلفيق الطوقة، وجابوا لنا أمن الدولة هنا 2004 لما عملنا اعتصام عشان كان الأرباح، جابوا لنا أمن الدولة، أمن الدولة كان بياخد أسامينا، أسامي الناس، يا إما نفك الاعتصام يا إما كانوا هياخدونا اعتقلونا.
في مصنع سيراميكا كليوباترا في السويس العمال نقلوا ميدان التحرير عندهم عشان يطالبوا بحقهم في عمل شريف. ويا ريت بس المجلس العسكري ياخد باله ان العصيان الميداني ابتدى يحصل فعلا بس بطريق غير مباشر. الناس كلها كانت رافضاه وقنوات الاعلام كلها كانت رافضاه والمشايخ بتاعه البلد كلها كانت رافضاه ورجال الاعمال كلها كانت رافضاه، وهو اللي بيحصل دلوقتي على خط السخنه او سواء في مصر عامه اضراب. اضراب يعني معناه عصيان ميداني. الناس اللي عايزه تطلع بالبلد تدور على حق العامل الاول اللي هينتج عشان البلد تطلع. مع البلد عمرها ما تقوم لوحدها، فلوسهم كلها بره البلد. البلد ما فيهاش فلوس، البلد بتستلف صناعه بتتكلف ملاليم وبتطلع مليارات في جيب واحد بس. ايه اللي بيجمع الناس دي كلها سواء في المصنع او اللي بيدوروا على شغل في اي مكان تاني؟ مش كلهم قضيتهم واحده، انهم يلاقوا شغل ويتعاملوا زي البني ادمين؟ احنا كل اللي احنا عايزينه تبقى عيشه حلوه وخلاص، عيشه كويسه، مش تبقى اخرتنا نترمي في الزباله. بس انا بقول لك الحقني، الجوع كل مصاريني، الحقني عيالي بتموت، الحقني ده انا لما بنام يوم ما بلاقيش اكل. بعد ثوره مصر ما عادش رجوع لورا، ما عادش حد هيخاف يعبر عن رايه في اي مكان، هيقول رايه بصراحه ويقول رايه بحريه ومفيش حد هيحجر عليه. وبعد زوال الحكم السابق اللي كان قاهر الناس، كل الناس طلعت وقالت لا للقاهر. مطالبنا واحده من البدايه، عيش، حرية، عدالة اجتماعية. النهاردة ميدان التحرير بقى في كل مكان. عيش، حرية، عدالة اجتماعية. عيش، حرية، عدالة اجتماعية. عيش، حرية، عدالة اجتماعية. بلدي، بلدي. ومن حقنا في ان احنا نلاقي شغل شريف ونعيش عيشة شريفة.